التصدق عن المريض إذا كان يتصدق عن مريض، والطبع معمول به في كثير أو عند كثير من الناس، ومعمول فيه أيضا فيما مضى، وفي حديث داو مرضاكم بالصدقة، وفي من يحسنه أو يحسنه، ولكن في هذا الحديث لين، وعليه العمل عند أكثر العلم. وهذا أمر مجرب بأن الإنسان يتصدق عن مريضه فيكون دفعا للبلاء، فهو بمنزل تمليك المال للرجل ثم التصدق به عوضا عنه. الذين يمنعون هذه الصورة يقولون هذا ما بلا نية، ما في نية، والذين يجوزون هذه الصورة يقول لا يشترط في هذا النية، هذه ليست بزكاة، وإنما هذه تبرع عن الغير لدفع البلاء. وهذا قول قوي، حيث أن الإنسان يتصدق على الآخرين لرفع البلاء عنهم بغض النظر عن نية الآخرين، لأن هذا من باب الإحسان باب التبرع. فذهب أبو حنيفة إلى أبعد من هذا، فأجاز كفارة اليمين عن الغير ولو لم يعلم بها، وهذا مروي عن طائف من العلماء غير أبي حنيفة. فلا بأس الإنسان يتصدق عن الغير إذا كان له مريض أو مغمى عليه أو في غيبوبة أو في غير ذلك، يتصدق عنه بنية رفع البلاء عنه، فإن الصدقة دواء لمثل هذه الأمور.